شكرا لك وائل، شكرا على العرب اليوم. في ظل تراجع واضح وتغير واضح وصريح في الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، تقول حلوا مشاكلكم بأنفسكم، يجد المصريون والأتراك أنفسهم أمام حل كان ربما الأبسط والأوضح منذ البداية، عودة العلاقات مقابل تسوية وتراجع من الطرفين وإعلاء منطق المصالح المشتركة. هل نحن فعلا في المرحلة الأخيرة من هذه التسوية أم أن الطرفين يجسان النبض إلى غاية الآن؟ في بقية خبرنا، ما النتيجة المنتظرة من التصريحات المرحبة بعودة علاقات مصر وتركيا؟ تابعونا. أهلا بكم. بعد سيل من التصريحات الإيجابية تلاحقت على لسان المسؤولين الأتراك خلال الأيام الماضية، أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر في محاولة لإصلاح العلاقات المعطلة بين البلدين لسنوات. لكن ما قرئ في أنقرة تحولا، بدأ في القاهرة اتصالات دبلوماسية عادية لا ترقى إلى مستوى فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين. في هذا السياق نتساءل عن السبب الكامن وراء هذا التباين في المواقف، لماذا تبدي تركيا لينا وتواصل مصر التصلب، وهل فرص المصالحة متاحة؟ الموقف ونقيضه، إنه التضارب الذي تتأرجح عنده العلاقات التركية المصرية هنا في أنقرة. إعلان صريح وواثق هذه المرة عن بداية جديدة ممكنة بلا شروط مع القاهرة. فتحت خطوط الاتصال بعد انقطاع لثمان سنوات وبعد رسائل التودد لأسابيع. هكذا توصف أحاديث المسؤولين الأتراك ما قد يبدو في تقديرهم واقعا سياسيا يتخلق، وصفحة توتر يراد لها أن تغلق. على الطرف الآخر للأزمة في القاهرة، لا شيء يتغير ولا تحول يذكر ولا عودة إلا بشروط. لا يسهب المصريون كالأتراك علنا في الخوض في شأن المصالحة، يكتفى بالرد نريد أن توافق التصريحات السياسات على الأرض. ما يفهم من ذاك السلوك في تقدير البعض هو التماس الحذر في لحظة تحول خطر في الإقليم، فما دامت الإدارة الأمريكية قد تغيرت فكل الأحلاف والعداوات قابلة للتغيير أيضا. إلا بتحقيق، لكن لما يتصلب المصريون ويندفع الأتراك وبينهم أكثر من منطقة تضاد حاد يصعب القفز عليها. قبل ثمان سنوات كانت لحظة الصدام الأولى، انتهى حكم الرئيس السابق محمد مرسي بانقلاب عسكري، وانتهت العلاقات بين مصر وتركيا منذ ذاك الحين إلى حالة جفاء وعداء. صراع المحاور كانت على طرفي النقيض، النقيض الذي كاد يستحيل موجهة على أرض ثالثة في ليبيا. دعم الأتراك حكومة الوفاق ونصر المصريون الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وبدأ الحشد للمعركة. تقول التسريبات الصحفية إن تفاهما مصريا تركيا هو من رجح طريق الانتقال السياسي هناك. على هذه المياه أيضا تطفو بين الأتراك والمصريين رهانات كثيرة. شرقي المتوسط، مصر طامحة لتصير قطب الطاقة الصاعد، على منطقة التماس نفسها يعارك الأتراك الانتزاع ما يقولون إنها حقوقهم في حكم الجغرافيا لا يعترف بها اليونانيون. مع ذاك الخصيم وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود، لكن دون المس بما تراه تركيا جرفها القاري الخاص. كانت إشارة مقدرة يقول الأتراك، موذنة بتدبير الخلاف بمنطق السياسة وبموازنة المصلحة. تلك رسالة تركية إذن، لا لمصر وحدها بل لعواصم خليجية أيضا، يجهل كيف سيكون جوابها. لنقاش الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور سعيد الحاج الباحث بشأن التركي، كما يكون معنا من الدوحة الدكتور موسى علاية أستاذ دراسات الصراعات بمعهد الدوحة للدراسات السياسية، وستنضم إلينا خلال الحلقة من القاهرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصرية سابقا. أبدأ مع دكتور سعيد الحاج، كيف توصف التصريحات التركية اليوم؟ هل هي إعلان مد يد نحو مصر حتى وإن كانت مصر ما زالت متصلبة؟ بمعنى آخر، هل تقول تركيا
لن ننتظر مبادرتكم، نحن سنبادر وسنتمسك حتى نصل إلى الحل. مساء الخير، تحياتي لك وللضيفين وللمشاهدين. والحقيقة اليد التركية مدت ليس اليوم، منذ سابق الأوان الوزير الخارجية التركي تحدث سابقا عن لقاءات مع وزير الخارجية المصري، وأيضا كان هناك دائما دعوة تركية لمصر لترسيم الحدود البحرية، بمعنى أنه فكرة فتح صفحة جديدة مع مصر أنا أعتقد أن قرارها اتخذ سابقا في أنقرة. الآن يبدو أن هناك تصلب في الموقف المصري في التصريحات، لكن على مستوى الفعل أنا أعتقد أن هناك مؤشرات عديدة ذكر بعضها في تقريركم قبل قليل، تقول أن القاهرة أيضا تدرك أن معيقات العلاقة مع أنقرة تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية، وأن مصالح جوهرية حقيقية تجمع بين الطرفين. انظر إلى التوافق الضمني الذي حصل في ليبيا، انظر لفكرة المناقصات التي طرحتها القاهرة وراعت فيها حقوق تركيا في شرق المتوسط، انظر حتى للاتفاق المصري اليوناني الذي كان جزئيا وراعى إلى حد كبير جدا السردية التركية وليس السردية اليونانية بحقوق الجزر الصغيرة جدا في شرق المتوسط. وبالتالي أنا أعتقد أن التصريحات التركية نعم يعني تقدم موقفا تركيا متقدما، لكن التصلب المصري أنا أعتقد أنه مرتبط إلى حد كبير جدا بما تريده مصر أو القاهرة الآن من أنقرة، أن يكون هناك ما يشبه اعترافا صريحا من أنقرة بالنظام القائم، لأن الموقف التركي السابق كان على عكس ذلك. وإن كانت كل هذه التواصلات والتصريحات تفيد ضمنا بهذا الاعتراف والرغبة في توقيع الاتفاق وما إلى ذلك، أنا أعتقد أنه جملة المصالح الجوهرية وخصوصا في شرق المتوسط في موضوع الغاز وترسيم الحدود والتنافس الجيوسياسي تجمع البلدين إلى حد كبير جدا. بالنسبة لأنقرة ربما هناك دافع أكثر من ذلك، وفكرة محاولة خلخلة التحالف الإقليمي المواجه لها في شرق المتوسط. اليونان تقود إلى حد كبير جدا عدد من القوى الإقليمية، وهناك داعمون لها من الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وما إلى ذلك. السعي التركي في جوهره فضلا عن المصلحة المشتركة مع القاهرة يحاول أن يخلخل هذا التحالف من خلال جذب مصر إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، سيكون بالتأكيد لمصلحة البلدين ولا حساب اليونان. إن تركيا كانت ترغب في تحسين العلاقة مع النظام المصري قبل هذا التاريخ، ولكن ربما الوقت الآن يبدو مناسبا لها أكثر. دعني أنتقل إلى الدكتور موسى علي، أستاذ دراسة الصراعات بمعهد دوحة للدراسات السياسية. وحضرتك أستاذ دراسة الصراعات، هل مصر وتركيا كانا في صراع أم كانا في تنافس أم في سوء تفاهم، أم كيف يمكن أن تصف الثمان سنوات الأخيرة ولحظة اليوم هذا الإعلان من إردوغان من تشاوش أوغلو؟ هل هو بداية لنهاية هذا الصراع إذا صح تسميته صراعا؟ في البداية مساء الخير لك وضيفك وجميع المشاهدين. أعتقد أنه هناك يعني صراع واضح، وخصوصا مع تغير النظام في مصر وأيضا صعود السيسي وقبضته الحديدية على النظام السياسي في مصر، وبالتالي نجد أنه أردوغان كان عنده تحالف استراتيجي مع الرئيس السابق في مصر والرئيس المنتخب سابقا، فكانت هناك يعني فعلا يعني تجاذبات كبيرة جدا، ولم يعترف أردوغان في النظام المصري وبرئاسة السيسي، ولكن هناك كثير من التحولات والمؤشرات وأيضا القضايا الداخل التي أيضا أولدت الكثير من العداء والصراعات، سواء كانت صراعات سياسية ما بين النظام المصري والنظام التركي. فالآن يعني أعتقد بشكل واضح جدا أن النظام التركي أصبح يعني بشكل واقعي يعرف أنه السيسي أصبح له قبضة حديدية في البلد، ولم يعد مقدور النظام التركي تغيير النظام أو إعادة الديمقراطية كما يقول إلى مصر. فأصبح نظام الحكم السيسي قوي، فما على إلا الترك أنهم يتعاملون معه وفقا للملفين، الملف الاقتصادي والملف أيضا الملف الأمني. يعني إذا صحت تسمية صراع عن العلاقة السابقة فنحن الآن إزاء نهاية هذا الصراع. في هناك كثير من المتغيرات التي كانت داخل وأيضا تؤجج الصراع ما بين مصر وتركيا، وخصوصا الإمارات. الإمارات كانت تلعب دور كبير جدا في هذا الملف، فتحرك الإمارات الأخير
في عقد صفقة كبيرة جدا مع الإسرائيليين في تصدير النفط عن طريق ميناء العقبة وعن طريق العقبة وأيضا ميناء إيلات الإسرائيلي لأوروبا، سيمثل ضربة قوية جدا بالنسبة للاقتصاد المصري، خصوصا في تقليل أهمية كانت السويس الاستراتيجية. فبالتالي كثير من اللاعبين الرئيسيين الذين كان خلف هذه القضية بشكل كبير جدا هما السعودية والإمارات. نجد أنه هناك أيضا تقارب سعودي تركي أيضا مثل البداية في حالة في هذا الإطار. تجد أنه أيضا كانت السويس لها أهمية استراتيجية كونها تمثل دخل كبير جدا بالنسبة للموازنة العامة المصرية في حدود 6 مليار دولار سنويا، فهذا ستكون ضربة قوية جدا بالنسبة للاقتصاد المصري. إلى جانب أيضا التدخل الإماراتي في قضايا القضية الفلسطينية. الآن مصر ترى أن القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية في قضية مصر الرئيسية عند التحاور مع إسرائيل أو توحيد الرأي العربي حول هذا الجانب. فدخول الإمارات كونها هي الراعي الرئيسي للقضية الفلسطينية أيضا ولد كثير من الغيم لدى المصريين في هذا الجانب. فبالتالي يعني في هناك يعني لاعبين رئيسيين في المنطقة بدأت تحدث فيما بينهم كثير من الإشكاليات، فولد أيضا أرض خصبة لبروز كثير من وأيضا حالة الملف الليبي لم يكن فقط انه يعني وجود تقارب تركي مصري فقط لهذا الجانب، بل نعم ايضا وجود كثير من الخلافات ما بين الجانب المصري والجانب الاماراتي. نعم، ولكن اسمح لي ان استقبل من القاهره السيده منى عمر مساعد وزير الخارجيه المصريه سابقا وهي معنا عبر الهاتف. سيده منى، مصدر رسمي مصري حسب ما قالت وكاله انباء الشرق الاوسط يصرح أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية، في حين تقريبا كان هذا ما يعني صرح به المسؤولون الأتراك رسميا. ما معنى هذا الرد المصري؟ معنى هذا الرد المصري أن حتى الآن هذا مجرد كلام إعلام ولم ينتقل إلى مرحلة الأفعال. يعني أنا كنت أستمع للمتحدث السابق ولا أعتقد أن الإمارات لعبت أي دور سلبي بين مصر وتركيا، ولكن الذي لعب دور سلبي هو المواقف التي اتخذتها تركيا من النظام السياسي الجديد في مصر الذي اختاره الشعب المصري بكامل إرادته، ولم توافق عليه تركيا بالرغم من أنه ليس لها أن توافق أو ترفض، واتخذت هذه المواقف ويعني كانت تأوي المعارضين المصريين وتشن الهجوم على الرئيس المصري وهو رمز للدولة وعلى الدولة كلها، ويرتكب من الأفعال ما يسبب هذا التوتر الذي حدث في العلاقة. فليس هناك فاعل خارجي كما ذكر الإمارات أو غيره. طيب دعينا نعود إلى تصريح تشاوش أوغلو والرد أيضا من المصدر الذي وصف بالرسمي. تشاوش أوغلو يقول ليس من السهل التحرك وكأنه لم يكن هناك شيء طيلة سنوات، نحن نعود ببطء ونستأنف المباحثات ورسم خارطة الطريق وما إلى ذلك. يتحدث عن عودة هذه العلاقات وأنه لا توجد شروط. لماذا نحس أن هناك تصلبا مصريا إذا جازت العبارة؟ ألا يناسب مصر أن تجد حلا في هذه العلاقة المتأزمة مع تركيا؟ أنا أود أن أقول لحضرتك أن هناك مصالح مصرية تركية ممتدة عبر التاريخ، علاقات الشعبين لم تتوقف للحظة، والعلاقات التجارية زادت الفترة الأخيرة وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. المشكلة هي في الأنظمة السياسية في النظام السياسي القائم وليس في العلاقات بين الشعوب. ربما القصد المشكلة في القيادات السياسية التي تتنافر بشكل ما. إردوغان والسيسي لم يقبلا بعضهما لفترة طويلة، وخاصة أنه إردوغان لم يقبل قدوم عبد الفتاح السيسي. لكن في الأرض كما قلت العلاقات التجارية ربما بلغت حتى ذروتها في 2018 مثلا بنسبة قياسية في التعاملات. إذن مصر وتركيا لم تنقطع العلاقة،
كيف يمكن أن نصف هذا التنافر بين القيادات؟ وإذا كان هناك ضرورة لإذابة جبل الجليد إذا صحت العبارة بين رئيسين أو بين وزراء خارجية، فهذا إلى أين يمكن أن يصل أيضا؟ لأنه ما دامت العلاقات الشعبية والعلاقات التجارية موجودة وحتى التمثيل الدبلوماسي مقبولا، فالعلاقات المباشرة بين الزعماء وبين الرؤساء ما الذي يمكن أن تغيره؟ ومتى يمكن أن تصل أيضا؟ أيوة، أنا أود أن أوضح أن المشكلة ليست في علاقات بين أشخاص، يعني الشخصين اللي حضرتك بتتحدث عنهم هم رموز للدولة، يعني لا يقبل الشعب المصري أن يتم الهجوم على رئيسه ولا على نظامه، أو أن هو يتم إيواء معارضين يقومون بالهجوم علينا. يعني هذا هو الفعل الذي ننتظره، ليس العلاقة بين رئيسين، لأن الرئيسين هما رموز ليسوا أشخاص عاديين. نعم. تتحسن العلاقات بينهما فيعود كل طيب. شيء كما كان. اسمحي لي أن أنقل هذه النقطة، نقطة رموز المعارضة التي تقويها تركيا. نعم، ابقي معي لو سمحتي سيدة منى. نعم. ابقي معي لو سمحتي دكتور سعيد الحاج. ورقة الإخوان والمعارضة، يعني ربما كان معطى عطالة هذه الورقة طيلة 8 سنوات لم تنتج تغييرا على الأرض، بل ربما حتى زادت عزلتها خلال الفترة الأخيرة، جعلت تركيا يعني تؤخرها في سلم أولوياتها أو في سلم حساباتها. لماذا إذن، أو ماذا كانت قيمة تلك الورقة طيلة السنوات الماضية، والحال أن التقارب مع النظام المصري وكما قال السيدة منى يفترض بالضرورة يعني نوعا من اللين في الموقف تجاه هذا النظام، وبالتالي تراجعا في ملف الإخوان والمعارضة المقيمة في تركيا؟ شوف، أنا سأرد في 3 نقاط سريعة جدا حتى لا أستغرق وقتا طويلا. أولا، الحقيقة الموقف التركي لم يكن مناصرة للإخوان، وإنما كان يعني رفضا لإنقلاب عسكري لأسباب داخلية بالمعظم، وهذا الذي يغيب عن الكثيرين. تركيا كانت دولة عانت كثيرا من الانقلابات العسكرية، وكانت في الفترة التي حصل فيها الانقلاب 3 يوليو 2013 هناك مظاهرات جازي بارك في تركيا، وكان هناك تخوف أن تكون تركيا التالية بعد مصر. ثانيا، تركيا الحقيقة يعني تقول الضيفة من القاهرة أن تركيا تستضيف معارضين مصريين. تركيا استضافت من عدة دول الحقيقة عربية وغير عربية من يأتي لهنا، وهذا تاريخ أو تقليد موجود حتى من أيام الدولة العثمانية ومن أنظمة قبل العدالة والتنمية وإردوان. في المقابل أيضا القاهرة تستضيف مجموعة جولان مثلا التي هي مصنفة على قوائم الإرهاب في تركيا، وينشطون إعلاميا من هناك ويهاجمون النظام الحاكم وما إلى ذلك، فبالتالي الموضوع أيضا ليس اتجاها واحدا. الأمر الثالث والأهم، وهذا رأيي الشخصي، أنا لا أعتقد اليوم تحديدا بأن المعارضة المصرية في إسطنبول أو في تركيا هي ورقة أساسية في العلاقات التركية المصرية. لا كانت هي السبب الأساسي ولا هي الآن شرط أساسي في هذا، يقال في الإعلام، لكن في الجوهر أنا أعتقد الأسباب الأساسية كانت اصطفافات إقليمية معينة واضح أنها في طور التحولات نوعا ما على الأقل جزئيا، وثانيا ما حصل خلال السنوات الثمانية الماضية. وأعتقد أن الطرفين يدركان أنه مجمل التطورات الدولية والإقليمية وحتى المحلية في البلدين تدفع باتجاه مسار مختلف، وقد حصلت لقاءات بالمناسبة بين تشاوش أغلو وسامح شكري، وحصل اتفاق سابقا على خريطة الطريق وما إلى ذلك، وبالتالي بني عليها خطوات. لكن أنا هنا الحقيقة أميز بين 3 مستويات، استئناف هذه اللقاءات وبعض اللقاءات أيضا على مستوى جهاز الاستخبارات ومن ذلك، هذا مستوى. المستوى الثاني الذي هو محتمل الآن أن يتم التوصل لترسيم الحدود البحرية، وهذا سيكون اتفاق في صالح البلدين، لكن واضح أنه ما زالت هناك بعض العقبات وبعض الاشتراطات دونه. على الأقل هناك حرص من الطرفين أن يكون التخريج والتسويق الإعلامي داخليا على الأقل بأنه لم نتنازل وأن الطرف الآخر هو الذي يريد ما إلى ذلك، وهذا بسبب رأيي جزئيا سبب التصلب المصري الظاهر في التصريحات، رغم أن الفعل على الأرض يعني يعكس أو يأتي عكس ذلك. نعم. ثالثا، هناك مستوى ثالث قد نصل له وقد لا نصل، وأنا أعتقد أنه ما زال بعيد جدا اليوم، هو أن تكون هناك مصالحة شاملة أو شبه شاملة بين البلدين، لأن ذلك يعني دونه عقبات كثيرة جدا. أنا أعتقد وأتفق مع الضيف من الدوحة أنه هناك جزء خارجي إقليمي واضح، فكرة الاصطفافات يعني حتى في 2013 و14 و15 لم تكن هناك خلافات أساسية في القضايا الإقليمية بين أنقرة والقاهرة. ما كان الوضع في ليبيا يجمع مصلحة مشتركة، والوضع في الشرق المتوسط يجمع مصلحة مشتركة، القضية الفلسطينية مصلحة مشتركة، وعديد من الملفات الأخرى. الطرفان أيضا تعاونا في منظمة التعاون الإسلامي وفي بعض المنظمات الأخرى والمنابر الأخرى. التطورات الإقليمية مؤخرا، موجة التطبيع وغيرها، الحقيقة أيضا هي مصلحة مشتركة أو تهديد مشترك للطرفين، وبالتالي لم تكن هناك أو لم يكن هناك صراع حقيقي لأسباب جوهرية، كان هناك اصطفافات إقليمية.
طيب الان هذه الاستفاضات الاقليميه اسمح لي اتوقف بايدن وبعض المسارات الاقليميه تتحول نوعا ما، لكن لم نصل لمصالحه. نقطه الاخوان في تركيا وجماعه جولان في 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 مصر، يعني اردوغان لا يتسامح مع جولان والسيسي لا يتسامح مع الاخوان، هل يمكن لهذه المتغيرات الاقليميه والمصالح المشتركه العليا المهمه جدا لكلا الدولتين اذا استثنينا ربما نوازع او افكار او رغبات او حتى حسابات الزعيمين، بالنهايه هل يقبلان تسويه فيما يخص الملفات الكبرى مقابل اسقاط ملف الاخوان وملف جولان؟ تتصور ذلك؟ لا يمكن في العلاقات الدولية أن نتخيل أن هناك اتفاقا أو تفاهما سيحصل دون أن يكون له متطلبات ومستلزمات وأثمان بطبيعة الحال. لكن مرة أخرى أنا لا أعتقد أن ملف المعارضة هنا وهناك هو المحور الأساسي، هناك قضايا أكبر من ذلك بكثير. أكثر من ذلك أنا لا أعتقد أن هناك اشتراطا مصريا حادا ومتصلبا بخصوص المعارضة هنا وهناك بخصوص الإخوان تحديدا، لأن الحقيقة ليبيا وشرق المتوسط وغيرها من الملفات أثقل في الميزان كثيرا، حتى أن المعارضة المصرية الآن ليس لها تأثير كبير على الداخل المصري. هي مشظمة وضعيفة وما إلى ذلك، وهي أقرب لحالة إعلامية نوعا ما، ولذلك بطبيعة الحال سيطرأ عليها تعديلات معينة، إما ذاتيا هي ستتكيف مع الواقع الجديد أو سيكون هناك بعض المتغيرات هنا وهناك، لكنها مرة أخرى ليست الملف الأساسي في الخلافات وليست الملف الأساسي أو الاشتراط الأساسي في أي تقارب محتمل. وأعتقد وأنا لدي بعض المعلومات أنه حتى في اللقاءات الثنائية لم يتم طرح ذلك من قبل المصريين على أنه شرط، بعيدا عما يقال في الإعلام من تسويق أو ما إلى ذلك، لكن تأكيد. هناك مصالح جوهرية حقيقية الآن تجمع الطرفين. طيب. وهناك أيضا سياقات إقليمية أصبحت مهددات مشتركة لهما. طيب دكتور موسى علاية، إذا نظرنا إلى الموضوع من الزاوية التي طرحها دكتور سعيد الحاج وهي المصالح المشتركة، المصالح الكبرى الحيوية لكلا الدولتين بمنطق الدولة بعيدا عن الحسابات ربما السياسية للأحزاب أو حتى لقيادات الدول، هل مصر لديها نفس الدافع الذي لدى تركيا باعتبار أن السياسة المصرية الخارجية المصرية كانت أحيانا غير مفهومة وأحيانا حتى يرى البعض أنها استراتيجيا ليست أو كما يصف على الأقل جزء من المعارضين لم تكن في مصلحة مصر، موضوع تيران وصنافير، موضوع ترسيم حدود مع إسرائيل أو مع اليونان، هل لدى مصر هذا الإحساس بأهمية إيجاد حلول مع الطرف التركي لأن مصلحة مصر أهم، أم أن ورقة المعارضة والنكاية في نظام معادي وما إلى ذلك يمكن أن تكون أهم بالنسبة للنظام المصري حاليا؟ أكيد يعني هناك يعني بشكل كبير جدا إدراك كامل من قبل القيادة المصرية، وهناك لقاءات كبيرة جدا ما بين قيادات الاستخبارات ما بين الدولتين تركيا ومصر على مستوى قيادة الوحدات الاستخبارية في الدولتين، وهناك اتفاقات شبه كاملة فيما بينهم حول أهمية عودة العلاقات الاستراتيجية، وخصوصا أنه في حالة عدم توحيد الصف التركي والمصري راح يخسرون بشكل كبير جدا في حوض المتوسط، وخصوصا في دخول إسرائيل في الطرف وأيضا الطرف اليوناني وكذلك فرنسا أو باريس في هذا الإطار. فكل الأطراف الأهمية الاستراتيجية الحيوية فيما بينهم سواء قضية إنه قضية الأخوان وقضية جماعة جولان وغيره الموجودين في مصر هي قضية أصبحت الآن هامشية، لأنه النظام التركي نفسه أصبح مدرك إنه السيسي هو الآن قوي في المجتمع وأصبح النظام السياسي لديه شرعية معينة هناك، فلن يعد بمقدوره تغييره كما كان يصرح سابقا أردوغان أنه هذا مغتصب سلطة، لا، أصبح هناك إدراك كبير وأنه هناك مصالح حيوية ما بين الطرفين لابد من الالتقاء، وبالتالي أنا بقول أنه التقاء مصر مع تركيا سيمثل نقطة تحول كبيرة جدا في الشرق الأوسط إذا تم الاتفاق ما بين الطرفين والالتفاف نحو المصالح الاستراتيجية ما بين البلدين، لأنه قضية الاصطفاف ومحاولة إرضاء أطراف معينة من أجل العداء مع تركيا مثل أيضا نقاط كبيرة ضعف أيضا في السياسة الخارجية المصرية لم تكن مدركة. يعني إذا كان موضوع الذي تكلمت عنه موضوع الاتفاقية النفطية ما بين إسرائيل والإمارات
نقطة كبيرة جدا، هذه عبارة عن مشكلة استراتيجية كبيرة جدا في السياسة الخارجية المصرية، لم تكن مدركة يعني أيضا البعد النظر وموضوع التطبيع والقضايا الموجودة، فكانت مصر وفق الاصطفاف العربي أو حلف معين مع مجموعة من الدول، في نفس الوقت هي تخسر بشكل كبير في مصالحها الاستراتيجية، فالتفات مصر نحو تركيا سيمثل نقطة تحول كبيرة جدا في المنطقة الشرق الأوسط. اسمح لي أن أختم مع السيدة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصرية سابقا معنا عبر الهاتف من القاهرة. سيدة منى، ربما نأخذ الموضوع من الزاوية التي طرحها ضيفانا، من ناحية أنه التصريحات الإعلامية المبالغ فيها ربما في رفض يعني تصريحات المعارضة من الداخل التركي وما إلى ذلك، هناك أيضا ورقة جولان في مصر، وهذا ما يجعل ربما هناك توازن في هذه النقطة. دعنا نتحدث عن المصالح الكبرى التي أشار إليها ضيفانا، هل برأيك مصر يمكن أن تفرط في كل ما يمكن أن تكسبه من ورقة العلاقات الجيدة مع تركيا وشراكة ربما إذا صحت العبارة في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط عموما، خصوصا في ظل الانسحاب الأمريكي الأخير والمصالحة الخليجية والتطبيع الخليجي مع إسرائيل؟ يعني أنا أتفق تماما على أنه أولا ما فيش سياسة دائمة، بمعنى أنه السياسة تتغير وفقا لمصالح ووفقا لاعتبارات كثيرة جدا، وبالتالي بالتأكيد أنه مصر لو كان في صالحها وفي مصالح مشتركة مع تركيا فهي ستقبل على التصالح مع تركيا، يعني تسوية الأمور بينهم لن تكون صعبة. ولكن حتى فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية هذا يتطلب الكثير من الحديث بين الجانبين، وليس أن هناك مصالح مشتركة واتفاق بالنسبة للأوضاع الإقليمية، هناك الكثير من الاختلافات في الرأي والخلافات، ولكن عادة بين الدول يكون هناك خلاف واختلاف، وهذا لا يؤدي إلى قطيعة ولا يؤدي إلى أي مشاكل في استمرار العلاقات بمستوى جيد. نعم. يتم التنسيق ويتم التحاور والتشاور وكل شيء. وبالتالي أنا ما أود أن أقوله أنه عملية استعادة العلاقات مع تركيا هي عملية ليست بالصعوبة بمكان، ولكن كما ذكرت في بداية حديثي أنه يجب أن ننتقل من مرحلة التصريحات الإعلامية بالرغبة في التصالح مع مصر لاتخاذ خطوات جد. وقد يكون كما قال ضيفك الأول أن هناك بالفعل تحركات تجري بعيدا عن الإعلام، وستؤدي في النهاية إلى توافق في الآراء وإلى استعادة العلاقات. ولكن يعني أنا اعترضت على ما ذكره من أن كان هناك انقلاب عسكري، لم يكن عندنا انقلاب عسكري، كان عندنا ثورة. فنرجو أن هو فعلا العلاقات تعود، وتركيا دولة عزيزة علينا جميعا. يعني أشكرك، شكرا لك منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري سابقا، كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف. أشكر أيضا من اسطنبول دكتور سعيد الحاج الباحث في شأن التركي، كما أشكر الدكتور موسى علي أستاذ دراسة الصراعات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، كان معنا من الدوحة. وأشكركم مشاهدينا على متابعتنا، إلى اللقاء.